نجوم المؤثرين بين الرياضة والفن والإعلام من جدة، نصائحهم للجميع أنه خليكم في البيت. علي شراية وحسين الطائي والتفاصيل. التي تبذل من قبل الجهات المعنية من رجال الأمن والجهات العسكرية المختلفة للقضاء على فيروس كورونا، وخاصة الدرع الأول وزارة الصحة. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وبإذن الله نتعاون معكم ونتعاون مع الجميع ونلتزم في البيوت، ونحن إن شاء الله بإذن الله جنود داخل منازلنا. إلى كل المعلين على قلبي، لازم نتبع التعليمات علشان تعدي هالأيام على خير. خلوكم في بيوتكم زيي وعيشوا أحلى أيامكم مع عائلتكم. ما انحلت جائحة كورونا على الكرة الأرضية إلا وسارعت حكومة خادم الحرمين الشريفين بكافة الاحترازات حيال المحافظة على البلاد والمواطن والمقيم بهذه الأرض المباركة. خلينا نستغل أوقاتنا هذه، أوقات الفراغ، أوقات الحجر، في شيء إحنا نحبه، نمارس هواياتنا، نكتشف نفسنا من جديد، الأشياء اللي إحنا ما نعرفها نتعلمها، يعني نستغل وقتنا يعني على قد ما نقدر على أشياء إحنا نستفيد منها لبعدين. وما ننسى نشكر أبطالنا أبطال الصحة، ونشكر كمان جنودنا حماة الوطن. السعودية تثبت في كل المواقف أن هناك قيادة حكيمة حريصة على شعبها، بل تعدى هذا الأمر أن يكون حرصها حتى على المقيمين على أرضهم. والإجراءات الوقائية والاحترازية ما هي إلا لسلامة المواطن والمقيم. فترة وحتعدي وحنضحك على هذه الأيام، أنا متأكدة، وبإذن الله حيعدي كل شيء. ولازم نكون أقوياء، وإحنا أصلا أقوياء، إحنا شعب جدا قوي، وحتعدي علينا على خير. بس أهم شيء أن نلتزم بالحجر المنزلي عشان لا تزيد عدد الحالات. يجب أن نلتزم بالبيوت ونكون موجودين ونلتزم بالتعليمات، لأن هذه في صالحنا جميعا وصالح أبنائنا وأهلنا جميعا، لذلك يجب علينا الالتزام. وإن شاء الله بحول الله تعدي هذه الجائحة وتنتهي بمشيئة الله وقوة. هنا ما أنسى رجال الصحة الأبطال، والجميع يقف لهم احتراما لتضحياتهم، واحنا ندري انهم قدها، وباذن الله انها ازمه وتعدي. اتمنى كل شخص يشاهدنا الان يجلس في بيته وبلاش خرجات وطلعات وتجمعات في السوبر ماركت. ونشكر الامن العام وزاره الصحه على كل الجهود اللي يقومون بها، والله يعطيكم العافيه. أرجو من الجميع الالتزام والجلوس في المنزل للمحافظة على وطنك الغالي وشعبك الغالي وأسرتك الغالية اللي أنت تحبها كثير. خليك في بيتك وحافظ على وطنك وأسرتك.